راشد الجماهير هم في اعتبار الشخصيات موجود اماكن للجلوس. صحيح. المسبح 50 سنه. اولمبي انا ما ادري والله كم يوم قسمته عندهم. ايه. تفضل انا اعتمد على تصويرك. اصور لك انا. هذا إلين الجامعة بدأت تظهر. نعم. عرفت يعني الكلام المهم. الجامعات الآن كلها بدأت تلغي الأسوار. عرفت السور الخارجي ما فيها أغلب الجامعات. نعم. ألغت السور. هذا واجب. لكن هذا هو الصح. طيب صارت ألعاب لكن هذه الطاولات سمو الأمير يجمع شركاء المصلحة في المنطقة دي كل الجهات حتى تعرفون وزارة المالية وكفاءة الإنفاق يحضرون معنا هنا. وكان هذا المكان لها أكبر آثار ليش في تاريخ المشروع اللي في هناك تاريخ هذا إيوة طالب
ترقية استثنائية وأشهد بمجهودات سمو الأمير. حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا. طبعا هذا مستشفى جامعي يا أخوان، هذا مستشفى جامعي بنمية سرير مستقبلا إن شاء الله. الآن بناخذ جولة على العجالة عشان نعرف مرض ضيق، بنمر فيكم بناخذ عينة من كل قسم، تشوفون جزء من الأشعة، تشوفون جزء من التنويم، من الطوارئ، من الغرف في كامل المدخل، وبعد كذا إن شاء الله بنطلع نكمل الزيارة في مركز المؤتمرات ونكون على واحدة من الكليات اللي هي كلية الصيدلة إن شاء الله. بسم الله نبدأ عشان نوقفكم. نعرفكم بالمهندس عبد الله العسيري من المقاول شركة فايزر وطاقم المشروع من الاستشاريين والمقاولين. حياكم الله. تفضل. المهندس خالد من شركة المقاول حق الهيئة الطبية. اشرح لنا جهاز الفلوروسكوبي. يعني هذا الجهاز موجود في المستشفى الثانية، هل في شيء جديد؟ في لا الأجهزة هذه طبعا موجودة، احنا الآن في قسم الأشعة، قسم الأشعة الأجهزة الرئيسية فيها جهاز الأشعة العادي اللي بياخذ صور الصدر وكذا. بعدين جهاز الفلوروسكوبي، الفلوروسكوبي هذا الجهاز اللي بياخذوا فيه الصور الملونة، بيدخل المريض مادة ملونة وبعد كذا بيصوروا هذا الجزء الثاني أشعة وفلوروسكوبي. عندنا السي تي جهاز الأشعة المقطعية اللي نستخدمها راح نشوفها، كمان عندنا جهاز الأشعة الإكس راي الإكس راي العادية. اللي جاي بنفسه بسيارة من الباب هنا، وهذا باب سعر، وهنا طبعا استقبال الحالة، يدخل هنا طال عمرك الفارس والفحص حق الطوارئ اللي هو الطوارئ، لكن طبعا في مفلاح ولا سبلة موجودة والمراتب موجودة، بس انشالت المراتب بس عشان لا تتبهدل يعني لحين التشغيل. فهذه طبعا قسم الطوارئ. عمليات في الطوارئ، هذه واحدة وواحدة ثانية. تفضل. قبل ما يجوا على بال ما يجوا الباقي ممكن الأخوان يقولون لهم الإشعة خاصة بالطوارئ. هذه كل عمليات الطوارئ. كل شيء ما في لمس، ما فيش، كل شيء إلكترون أوتوماتيك. تمام. في لمسات للاخوان اسلام برضو صراحه متفائل صراحه هذول صراحه يبدع تصميم يا دكتور. هل قبل 25 سنه 20 سنه؟ والله 2003 معلش، ولكن اللمسات الاخيره تحسينها الاخوان لهم بصمه. طبعا احنا ايش قاعد يصير زي ما قال الدكتور 2003 مثلا، عندك فكره زي غرف العمليات كان يحضر مثلا المريض قبل الغرفه، هذا اختلف. احنا برضو واكبنا الشيء ذا، ما خلينا يعني زي ما، فتم تعديل كل شيء في التصميم. هذا المدخل الرئيسي للمستشفى. لا قبل شوية تقول في اي بي صوره اربع اجنحه، هذا نسميه احنا جناح، هذا اللي احنا فيه. كل جناح فيه غرفتين للاطباء المرابطين المداومين، في مكاتب اثنين، غرفتين ستيشن للممرضات، غرف تنويم في كل دور 88 غرفه تنويم، منها اربع غرف عزل، منها اربع غرف عزل. العزل اللي هو طبعا مش عنايه مركزه، واحد عنده لا سمح الله درن، واحد عنده ذي وبيتعالج، طبعا لازم يكون الحاله معزول. هذا في كل دور مكرر اساسا. والطوارئ فيها عزل؟ الطوارئ فيها عزل طبعا، فيها غرف عزل. العين المركزه الان فيها عزل، كل بوريكم مره عزل. الحين
هذا ياخذ اكسجين طول على هذا اكسجين طالع مربوط يعني الغاز الغاز مجمع خارجي شفت الخزانات الكبار ممكن تيجي تشوفها من اللي بيجوا الخزانات هذه بثلاث اكبر صفر الدراسي القادم مرحليا يعني كلية كلية ان شاء الله كم تقريبا المسجد كيف يا شيخ هذه الصاله هذا ساحه الرئيس اي نعم هنا لو تلاحظ عند الخيم هذه عندنا 2500 في المبنى قاعه المؤتمرات شيء الصاله اللي فيها الان تشيل 1900 شخص بالاضافه الى صاله مسانده تشيل 500 شخص وصالات متفرقه وقاعات اجتماعات مربوطه مع الصاله الرئيسيه
اسعد انه موجود في جامعه الملك خالد. انا اعتبره والله الصمام امان، والله لا اجامل بكلمه واحده، لكن الصمام امان ويجب ان يتصمم. بعيد عن الاعلام يشتغل صح، يعمل بصح، يعمل ولا يتكلم. والله كثير التنظير وكثير الكلام، رجل هذا يشتغل، وانا اعرف اشياء كثيره اشتغلها بسياسه. لولا سياسته في هذه المدينه بدعم الامير التركي طبعا كان ما قامت هذه المدينه ولم تكمل. كان رايناها مثل المدينه الجامعيه، مثل المستشفى، المدينه الطبيه واقفه، لكن بسياسه وبحكمته كمل هذه المدينه الطبيه. نشكر على هذا الامر. كنا متابعين اذا وجدنا اهتمامه، واهتمام طبعا سمو الامير تركي بالحضور في ورشات العمل الشهريه. الدكتور نشكر الجميع. نتمنى انه الاخ عامر والاخ عبد الله اليزيدي اذا ممكن نتكلم كلمه بشكر وثناء اذا يسمحنا، ونقدر العمل اللي تقومون به. تقومون باشياء وانجازات كبيره صراحه، اشياء متميزه. نشكر تعاونكم والله بهذا الامر، وانتم مظهره للجميع. المهندس عبد الله اليزيدي انا احب اشكره على تعاونه في حريق الغابات، اتكلم عنه مدير الدفاع المدني كلام كثير طبعا، بتوجيه من المهندس علي وتوجيه من الدكتور محمد داعم مدير الجامعه، لكن كان له دور كبير. الحقيقه شرفتونا اليوم بالزياره، جيد حقيقة أن المجتمع المحلي وشوف والمشاريع وشوف الإنجازات، لأنه هم حقيقة عندنا أساسية في قبل المحلي من التعريف. كل الزملاء حقيقة شفنا المجالات والتخصصات المختلفة، وأنا متأكد أن كل واحد منكم ممكن يضيف كثير حقيقة لفريق الجامعة اللي أشرف معاهم. وايضا حقيقه واكد على الجزئيه انه حقيقه الحمد لله في السنوات الاخيره تحرك المشروع كذا، لكن يجب ان بداوا واسسوا وخططوا حقيقه لهذا المشروع، والحمد لله هي مسيره، واحنا نمشي ويجي ناس بعدنا يكملون. حقيقه فرصه انه برضو رسائل جمع السابقين وزملائنا اللي كانوا فاهمين بالمشاريع بدلوا جهد عمل كبير يشكرون عليه، وان شاء الله يا رب تكون في فرصه لتشيل هذا المشروع ان شاء الله، والكل يحضر حقيقه ويكرم، لانه فعلا صاحب جهد وصاحب فضل وله بصمات سواء في هذا الموقع او في مواقع اخرى للجامعه، وهذا حقيقه من المحقق للجامعه. من ضمن الاشياء اللي بتفكر فيها احتفال موضوع 25 عام على انشاء الجامعه ان شاء الله، تكون فرصه برضه للاحتفال بالمنجز، وايضا وفاه للناس اللي شاركوا. على مستوى السكن الشخصي كان الناس يتباهون مستوى القصر.